أهلا وسهلا بحضراتكم. ما زلنا هنا في قمة شرم الشيخ للمناخ COP27. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سمو الأميرة دانا فراس الرئيسة المشارك لشبكة التراث المناخي واللجنة التوجيهية للثقافة في مؤتمر الأطراف 27 وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي. أهلا بكم سمو الأميرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك، شكرا للقاهرة الإخبارية على الاستضافة. شكرا جزيلا. اليوم أطلقتم مبادرة بالتعاون بين مصر والأردن، تعني هذه المبادرة بإدراج التراث الثقافي بالأحرى في كيفية أو في مواجهة التغيرات المناخية. هل هناك أو هل ثمت علاقة بين التراث الثقافي والتغيرات والتغيرات المناخية طبعا ومواجهتها؟ العلاقة بتيجي من جهتين، بتيجي من ناحية تأثير التغيير المناخي على التراث الثقافي ودور التراث الثقافي في إيجاد حلول لموضوع التغيير المناخ. بالنسبة للتأثير، التأثير كبير جدا، ففي المعالم والمواقع الأثرية عم تتأثر من ناحية تغيير المناخ، من ناحية العوامل التعري، درجات الحرارة المرتفعة، الأمطار اللي عم تيجي بشكل قوي بفترات صغيرة بأوقات غير معتادة، وهذا كتير عم بيأثر على المعالم نفسها وعم بكلف دول مثل مصر مثل الأردن اللي كتير عندها تراث ثقافي داخل في البرنامج السياحي، داخل في التنمية، إنه تقوم ببرامج لإعادة تأهيل المواقع والمحافظة على المواقع. بنفس الوقت الأثر على احنا بنسميها المساحات بالكامل، فبتتغير علاقة الناس مع الأرض، مواسم الزراعة، طرق المعيشة مع المواسم، يعني السكان والمجتمعات المحلية عم تتأثر كثير بهاي الشغلة، عم تفقد جزء من تراثها من تقاليدها، عم تنجبر تنزح تهاجر من هاي المناطق، عم بيصير في فقر، عم بيصير في أثر كثير على الناس. هذا من ناحية أخرى، ولكن من الناحية الثانية التراث الثقافي هو جزء لا يتجزأ من الحل، وإلى الآن لم يتم إدراجه من قبل المؤسسات الدولية في أجندة تغيير المناخ بشكل رسمي.